وحول هذا الخلاف ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي سيد أحمد فتحي. سيد فتحي، أهلا بك معنا. حديث البشير عن أولوية الترتيبات الأمنية، هل هو بمثابة تفاوض بشروط الحرب؟ الوضع في السودان يعني معقد بعض الشيء، ومربع الخلاف بين شمال السودان وجنوب السودان يقع في 4 مناطق: الأمن، الحدود، النفط، واللاجئين. حتى الآن بالرغم من اتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 بين الشمال وجنوب السودان والاستفتاء في يناير 2011 وقيام دولة جنوب السودان في يوليو 2011، إلا أن استحواذ دولة جنوب السودان على 3/4 إنتاج النفط في السودان في أكبر منطقة في القارة الأفريقية، يعني أو منطقة هامة في إنتاج النفط، يؤدي إلى تصاعد المشاكل. جنوب السودان هو دولة مغلقة، لا يوجد سواحل لديها، وعليه فإن اعتمادها لتصدير نفطها إلى الخارج يجب أن يمر عبر خط الأنابيب من دولة السودان. وهنا تنشأ المشكلة، لأن في من وجهة نظر الجنوبيين أن حكومة السودان تقوم بفرض رسوم باهظة على النفط المصدر بما يقترب من نسبة الشراكة بالنصف، وهذا ما يرفضه الجنوب، ولكنها أيضا من ضمن المواضيع المعلقة. موضوع اللاجئين، يوجد مئات الآلاف من اللاجئين الجنوب سودانيين على أرض السودان في الشمال، وهؤلاء حكومة الخرطوم تعتبرهم بدون جنسية، مما يترتب عليه عدم ضمان أي حقوق لهم. فهنا فالأمر متشابك من ناحية، إذا أخذت موقع حكومة السودان ونظرت إلى الوضع فإنني أراه بكيفية، وإذا أخذت موقف حكومة جنوب السودان ونظرت إلى الوضع فإني أراه بخلفية أخرى. هذا في عجالة ملخص لأين نحن نقف الآن. نعم، التركيز على الموضوع الأمني، كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة عندما اعتبرتها الخرطوم بأنها أساس، حجر الأساس لأي علاقة يمكن أن تنتهجها مع جوبا؟ الملف الأمني ليه موقع الصدارة، ونتذكر أن الموقف انفجر يعني قبل صدور قرار 2046 من مجلس الأمن يوم 2 مايو باحتلال قوات جنوب السودان هجلج وأبيه. اليوم تم تأكيد عن طريق المبعوث الخاص للسودان، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان هيلاي مانكاريوس، أنه تم انسحاب قوات جنوب السودان من هجلج وأبيه، ولم يسجل أي أحداث عنف في خلال الأسبوع الفائت. قرار حكومة جنوب السودان بتجهيز جيشها بمدافع أو أسلحة مضادة للطائرات هو تحول، لم تكن تمتلك منظومة دفاع جوي، وكان السودان حتى الأسبوع الفائت يقوم بشن غارات بالرغم من إنكاره لها وإثباتها عن طريق مفتشين الأمم المتحدة ضد أهداف في جنوب السودان حيث مراكز التجمع القوات الجنوبية وأيضا طالت بعض المدنيين. نعم، على ضوء هذه المعطيات سيد أحمد فتحي، على ماذا يعتمد الجنوب في مواجهته للشمال بالنظر إلى أنه خسر في مواجهته العسكرية في جليج؟ هل يعتمد على موضوع الصواريخ التي يتحدث بأنه سيحصل عليها، أم يعتمد على ما تتهمه الخرطوم بوجود تحالفات أجنبية من نوع ما تساعد جوبا في الوصول إلى ما تريده؟ هو خليط بين الاثنين. يعني جنوب السودان لم يمتلك منظومة دفاع جوي، النهاردة بيسعى لشراء هذه المنظومة، وعلى تصريحات المسؤولين الجنوبيين أنهم سيضعوها عند مراكز إنتاج النفط والمطارات وبعض الطرق.
احنا يجب ان احنا نعي شيء اساسي، اننا مقبلين على ان احنا دخلنا اوريدي في موسم المطر وسيستمر لمدة 6 أشهر، فبالتالي للستة أشهر القادمة لن يحدث عمل عسكري يعني ذو قيمة، بتتوقف الأعمال العسكرية. إذا استطاع الجنوب أن يحصل على السلاح سواء من الدول الغربية أو من إسرائيل التي يوجد معه تعاون وثيق مع حكومة جنوب السودان، فإنه لن يغير في الأمر شيء، إنه سيكبح من جماح حكومة الخرطوم في شن هجمات جوية التي كانت ليها يعني بتستحوذ على إدانة من مجلس الأمن. يجب على الطرفين في النهاية الجلوس حول طاولة المفاوضات وإعطاء يعني خريطة الطريق المقترحة من الاتحاد الإفريقي بواسطة تامبو مباكي رئيس جنوب أفريقيا السابق وقت أكثر حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه الاتفاقيات. هذه مواضيع حساسة جدا، الحدود والأمن والنفط، ولا نعتقد أنها سيتم حسمها من أول جولة، ولكن توقف العمليات العسكرية، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، هذه هي الأولوية في الوقت الحالي. إذن الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن من المعروف بشكل عام بأن هذه القضايا لا تحل من دون تقديم تنازلات. من بصدد تقديم التنازلات الأكبر حسب وجهة نظرك؟ الخلاف على الحدود، يوجد مناطق يعني يعترض عليها السودان ومناطق يعترض عليها الجنوب، فسيتم تبادل مناطق. هذا من الأمور التي يعني من الـ الأسلم أن نتوقع أنها ستحدث. بالنسبة للنفط، أنا لا أعتقد أنها ستكون قضية إذا تم التوصل إلى اتفاق شراكة بين الدولتين. السودان على الجانب، السودان لديه الخبرات والكفاءات التي تستطيع إدارة المنشآت النفطية، بالرغم من توقيع حكومة جنوب السودان عقود لإدارة الموارد النفطية الموجودة على أراضيها مع شركات أجنبية، إلا أنها لا يوجد لديها كوادر، فبالتالي سيكون هناك احتياج للكوادر. عدم اضطراب خطوط التصدير الممثلة في خط الأنابيب من جنوب السودان عبر السودان إلى موانئ البحر الأحمر، أنا أعتقد بيحقق مصلحة للطرفين. موقع جغرافي الجنوب السودان أنها دولة مغلقة، landlocked، لا يوجد لديها أي سواحل، وإذا أرادت التجارة مع العالم الخارجي فإما جوا أو برا عبر السودان. نعم، نشكرك جزيلا المحلل السياسي سيد أحمد فتحي، حدثتنا من نيويورك. شكرا أستاذ. شكرا لك.